رمضان كريم على أهل الديرة. رمضان شريف لا ماكو غير. ماكو غيره شريف 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 حبيبي ستوب، هذا مكاني لا تطب في نص الملعب بين جمهوري الحب واسعوله الدم بس رجع يا حبيبي سرينا 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 ما سرينا درينا ما درينا ما شرينا بس عفس نحن المحلو سرينا الا تطري ما طري من احنا شعلينا ما علينا ما علينا هيا ليلة للشهر حي الله بحضر حي الله حي الله حي الله حي الله حي الله عادات من عمر ازوار للخير اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله السلام عليكم بشير، ثوب جاهز؟ انت يجيب ثوب مني؟ بشير، هاي ثالث مرة يجيب ثيابي عندك، شفيك تنسنت؟ شنو نعم انت؟ اسحاق يوسف اسحاق اسحاق يوسف سلام بشير ثوبي بارز انت جبت ثوب مني ايش فيك بشير امس جايبه لك وقايل لك ابي اليوم يا برز شنو نعم انت يوسف اسحاق يوسف توبي نفر ثاني هذه نفر تروح روح الله يخرب ابليسك انت يا بشيرو يا الحبيب الحبيب يا الحبيب لو سمحت اخوي يا هلا اخوي ذبحتني وانا قاعد اطقق لك هران الله يهداك ولا بمعطني وين خير امرني ابا اقول لك الثوب اللي عليك ثوبي ما يصير يا اخوي انا توني مستلمه من الدوبي الدوبي تخربط وعطوك ثوبي معاك يوسف اسحاق اي والنعم معاك اسحاق يوسف اقول لك تخربط من كذي عطاك ثوبي وثوبي وين عيل ثوبك عند بشير وليش ما يبته وياك وانا ايش لي شغل بثوبك اي صح هذه مشكله يا اخوي انا الحين عندي كلمه لازم القيها مع الدوام عندي مؤتمر يعني اذا تسمح لي استخدم ثوبك اخلص وراجع لك ايه ما في مشكله بس بالتاخر اخوي لا لا ربع ساعه اخلص وراجع لك انطرني انت هنا ها ان شاء الله وفي الختام احب اتوجه بالشكر الى جميع القائمين على هذا المؤتمر وأخص بالذكر مديرنا وملهمنا أبو عبد الله اللي له الفضل في اللي حققناه
ونوعدك يا أبو عبد الله إن راح تشوف إنجازات أكبر خلال العام القادم. شكراً. مشكور يا أخوي وما قصرت، سامحني على التأخير. الله يسلمك، ما سوي لنا شيء أخوي. حبيبي إيش رأيك أروح أستلم ثوبي من بشير ونطلع نتقدم مع بعض؟ تكفى لا تردني، أنا عازمك. لا لا أخوي، عندي تعزية. أوه عظم الله أجرك، من متوفي عندك؟ الله يسلمك، جنت والخالة رفيجنا. آه بعيد. ها؟ الله يرحمها. إيه. عيل تفضل الحين ثوبك. إيه. وأنا بروح حق بشير أستلم ثوبي بويكم التعزية. إيه إن شاء الله. وين قاعدين؟ إحنا صالة جمشير، هني قريب من يمنا. آه يمنا بس، مسافة الطريق وعندك. بس خلاص أخوي، يلا. الو اسحاق وين انت؟ ابو عبد الله حده مستانس. اكو ينتظرنا؟ شكله بدسمنا. احلف. يلا يلا كان جاي. الثوب. يوسف يوسف. هلا اسحاق. ايش فيك؟ ما خذ الثوب؟ لا والله، يعني اتصال من المدير يبيني في اجتماع. شكله اخوك بيكرمونه بيحصله شيء زين. يا تستاهل تستاهل، امرني. بغيت ثوبك لان المغسله وايد بعيده واخاف اتاخر على المدير. انت مطول داخل؟ لا يعني يبي لي ربع ساعه. لا ربع ساعه وايد. شنو؟ يعني اقصد سلم باليد واطلع. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. استعجل اخوي. ها أحسن الله يزاك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. أحسن الله يزاكم. جزاك الله خير. أخوي أنت خلاص صح؟ تحتاج ثوبك؟ خير؟ لا لا، أنت أوريدي مو بسايزي. جزاك الله خير. أني؟ لا يبا، يوسف. أنت نايلة أب أمك؟ مبلي بأمك؟ إيه يبا، نايلة أمي. حصة، تصير عمتك؟ مبلي بعمتك؟ إيه، حصة عمتي. يبا، وط صوتك الله يسلمك قدام الناس وأسامي حريم، ما يصير. خلي تحكي بالعدال. إنزين سهى المهاوشية، شتي لك ذي؟ يا جماعة سهان بهاوشية ترى تصير عمتي عمتي عمتي. ارتحتي بحين ارتحت. زين عويشة شتي لك؟ عويشة تصير اختي، وهذا اللي ما يستحى على وجهه عباله بنات الناس لعبة، ترضى سوي شي في هلك؟ باي ذا وي عظم الله اجركم يا جماعة، بس هالريال لازم يتسنع. قم قدامي، قم قم. ايش فيك بينونه؟ شم اللي سوي الجباتي امك؟ طوف قدامي طوف. ايش قاعد تسوي انت؟ اسمع بعطيك ثوبي بس ما تقعد تشوي سمعتي قدام الناس. حقك علي يا اخوي والله، بس المدير مستعجل يبي يجتمع فينا. او عندك اذا حصلت الحلاوه لك نصيب منها. بعطيك الثوب وفكني، تعال بتطول انت، ترى انا عندي مشوار ضروري ضروري. ما بطول، امشي خل روح سياره واحده. الحقيقة ميضت الوي. الكل يشكر ويمدح، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأنا حبيت أني أكرمكم بشيء بسيط تشجيعا لكم. محمد جيب الهدية اللي قلت لك عنها. عليكم بالعافية. هذه نص الهدية، النص الثاني بتشوفونه بعد شوي. محمد شاي. ميزة هذه الأكواب إنك من تشرب منها تبتدي الصورة تختفي. شرب.
بالعافية. محمد زيد حق إسحاق شاي علشان يطلع وياه. شو تسوي يا محمد العواز؟ شو هاللون؟ ايش دعوة يا إسحاق؟ ايش دعوة؟ أنت وردي خلص شغل؟ بترجع البيت وبتبدل؟ ليكون ما عندك لثوم واحد. لا لا عندي وايد طال عمرك. محمد هات الهدية الثانية. أنا قايل فيها مبلغ ما يصير مسكوب. هذه شنو طال عمرك؟ هذه علشان بس تشخططون فيها حق أوردرات الصباح الريوق. مشكور طال عمرك خيرك سابق. لا لا بعد ما خلصنا. محمد هات الحلاوة حق الشباب. أنا قايل فيها حلاوة ما يصير كوب وقلام. الخير يا رب. تفضلوا. هذا الشوكليت بلجيكي يذوب في الحلج على بندق. تفضلوا كلوا عليكم بالعافية. أنا عاد أعتذر منكم لأن عندي مؤتمر ثاني فلازم أجهز الأكواب، الأكواب اللي خبركم اللي تختفي الصور وتطلع. يلا قواكم الله ومشكورين وما قصرتوا. مشكور مشكور يا أبو عبد الله. سويت في الثوب انت لعوزته؟ حقك علي يا اخوي والله منحرج منك على منقهر على المدير. ايش سوى بعد؟ عبالي بيعطينا شيء عدل، اخرت كوب وقلم وحلاوه على بندق. وانا وعدتك انه ما بنساك. يا ولد هذه البندق كله لك. زين الحين شو اسوي في الثوب؟ قايل لك ان انا عندي مشوار ضروري، موعد خطيبتي. ودني 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 السياره ودني السياره. حش علي ما تنزل لو انت راضي. الحين نروح حق بشير تاخذ ثوبي وتلبسه. ايه كذيك. ايش سويت فينا يا بشير؟ بهدلتنا الله هداك، ركز مرة ثانية. اسمع هذه ثوب يوسف، غسله وعطني ثوبي. انت تشوف يوسف؟ ايه تشوف يوسف اكو في السيارة. اوكي ربا. هذه اكيد ثوبي ذي. ايه ايه اكيد. وصل وصل. اي حين الواحد يطمن. شو اخبارك بعد حبيبتي؟ بخير الله يسلمك. صدقين وحشتني وحشتني. بسألك احنا متى بنعرس؟ يعني لازم لين تخلصين جامعه؟ انت عارف ابوي وهاي شرطه من البدايه. زين ولازم كل مره بتين تجيبين القلص وياك؟ ابوي قال لي ما خليكم بروحكم. ايش تاكلين عمري؟ اي شيء حبيبي على ذوقي. اكسكيوز مي؟ كان اي هاف تو ستيك وذاوت مشروم صوص اند بيبسي ما يبي لنا. جيف مي وان ووتر. انت حمود ما تبي تاكل شيء؟ نفسكم. أبوك بعد قايل لك أكل نفسه؟ بدون ما يقول أبي نفسكم. نايس. ميك إت ثري. ويل دان. ثانك يو ثانك يو. سارة بروح الحمام. إي أكو 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 الحمام يبا بس روح سيدي ولي في يمين. سارة تعالي معاي. حمودي بابا ما قال لك هذه حمام صبيان ما يصير سارة تروح وياك. عيل انت تعال معي. حمودي قوم 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 حمودي روح 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 لا تلعوز روحك روحك ملعوزني. ما بغينا نصير بروحنا. توني توني احس ان انا خاطب. ايش رايك ناخذ سيلفي؟ يلا بس عاد لا تنزلينها روحنا متراجعين. بشر شلون الطلعه مع المدام؟ ما خذيت راحتي، حضرتي يا ابو اخوها. شابد على قلبنا بخدود ذي. صدق حتى اكل ما كليت عدل.
عشاك عليه الليله. انت خلصت مشاويرك؟ انا خلصت، مو عندي شيء. انا باقي لي مشوار واحد اخلصه ونطلع نتعشى. يلا نطلع نتعشى. سمي امي. مشكوره خالتي. اسحاق، ما توقعتها منك، ما عطينك بنتنا امانه، هذه اخرتها؟ هاللون انت قوي عين؟ ما فهمتك خالتي ايش قاعد تقولين. ثوبك متلعوز ميك اب عليه شعره، وهذه شعره مو شعره بنتي. قلت لك مريوم انه لعاب يبين عليه مو كفو. حرام عليك، انا قصرت معك في شيء؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا جماعه صلوا على النبي، هاي مو ثوبي. الا ثوبك، انا متاكده ثوبي، بس مو انا اللي لابسه. يعني تبي تقول ان رفيجك لابسه وانت قاعد نطرب سروال فانيله؟ اي هذا اللي صار. هذا انتو يا ريايل، ما يملي عينكم الا التراب. تبون تتزوجون وتخربطون وتلعبون كل شيء في نفس الوقت. يا جماعه لا تظلموني، خلنا افهمكم السالفه. ورقه طلاقها تهيني يوم الاحد. شخبارها لزوجتك؟ الحمد لله تمام. يبوني أطلق يوم الأحد. عفا؟ ليش؟ شو السبب؟ أنت السبب. أنا السبب؟ أنا اللي قاعد في السيارة وأكل بندق. وقبل البندق ما كنت أكل ستيك ويا خطيبتك؟ تقول ما قدرت تأخذ راحتك ها؟ شلون تعطيني الثوب وهو متلعوز ميك أب؟ بي مسامح أخوي، أحبك على راسك. أصدق هذه اللحظة الوحيدة اللي خذيت راحتي فيها. حمود أخوها راح الحمام وياتي لسات يمي وصورنا سيلفي. تباد خلا فهم أهل زوجتك، أقول لهم شو السالفة؟ لا لا ما يحتاج، بتصرف أنا. ها وين الوجه؟ في عشاء والله؟ لا اكيد في عشاء، يعان انا. زين بنروح ان شاء الله بثوب واحد. المطعم اللي بنروحه فاضي، بفسخ انا الثوب وبتم نفسك سروال فانيله وقحفيه كذي. اوكي يلا. مثل ما قلت لك هذه مطعم السري، اكل لذيذ وفاضي وما في احد شك فيهم انه غسيل اموال. ولا شلون اللي يحب فاتح؟ هلا والله متابعيني، ومثل ما وعدتكم اليوم بكون في وين؟ في مطعم الكرشة السعيدة، وأول 10 أشخاص حسابهم علينا. أوه لف اثنين شكلهم ناطريني. السلام عليكم. إلا بسألكم، تعشيت بابا الجرجير ناقص من حاجك؟ أكيد متعشي. طالبين نخي باجلة تكتع. باقي 8 أشخاص بس، يعني حياكم الله بابا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا تعشيت بابا. صراحة يا يوسف يعني فرصة سعيدة إني تعرفت عليك، يوم للتاريخ ما بنسى. الله يسلمك. أهم شيء عدل أمورك ويا أهلك، زوجتك لا تخسرها إن شاء الله. ألو حبيبي سامحني، شفت صورك أنت ورفيجك بسروال وفانيلة في السوشيال ميديا. صدقتي الحين؟ الحين صدقتك، حقك علي. بس المشكلة إن أهلي للحين مصرين إنك تطلق. هلا حبيبتي. فشلتني قدام أهلي، نازلة تتعشى أنت ورفيجك بسروال وفانيلة وصوركم منتشرة في السوشيال ميديا، أهلي يبوننا ننفصل. شوف بابا انا ما اريد مشكله، عادي غلط مال انا خربطها. كان يعطي ثوب مال يوسف اسحاق حق اسحاق يوسف، ما يصدق بطل كاميرا تشوف. انا ما ابي مشاكل، هاي طلاق حرام بابا، سوي صلح سوي سلام. يلا بابا صدقته. يلا بشير
ثوب جاسم علي جاسم طيارها. اوه هاي ثوب مال انت تحت نفر ثاني. روح روح خبال انت شلون تعطي واحد ثاني. رمضان شريف لا ماكو غيره. رمضان كريم على اهل الديره. رمضان شريف لا ماكو غيره. كريم شريف كريم شريف شريف حبيبي ستوب هذا مكاني لا تطب في نص الملعب بين جمهوري الحب وسهوله بسمك وافتح رجع يا حبيبي سرينا شرينا بس عفسنا احنا لمحله سارينا سارينا الا تطري ما طرينا ما همنا احنا شعلينا ما علينا بين هلال الشهر حي الله من حضر حي الله عادات من عمر ازوار ليل فير